بمناسبة الذكرى 23 لعرش المجيد وبمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، يسعدنا أن نتواجد في هذا النشاط المنظم من طرف جمعية أبناء العرائش بمجار فرع مدريد. هذا النشاط اللي كيأكد انخراط ديال هذه الجمعية أنها تلعب أدوار مهمة في خدمة قضايا الجالية سواء في خارج التراب الوطني أو في الداخل، من خلال أدوار طلائعية في المجال ديال التنشيط الرياضي لواحد الفئة ديال الشباب والفئة ديال الصغار. وهي مناسبة أيضا لنؤكد على الدور الأساسي والمحوري الذي تلعبه الجالية المغربية بالخارج خدمة لقضايا الوطن وخدمة لاقتصاد بلدهم الأم المغرب. ومجلس إقليم العرائش منخرط في دعم مثل هذه الأنشطة وكل فعاليات المجتمع المدني التي تشتغل على هذه الأهداف. لا يفوتني الفرصة أن أشكر الموقع الإلكتروني العرائش أنفو على تتبعه ومواكبته لمثل هذه الأنشطة. شكرا لكم. نعم، ياتي هذا يعني في ظل احتفال الشعب المغربي بعيد العرش، يعني وكذلك هو احتفال تاكيد الوطنيه ديال الجاليه المغربيه بالخارج وارتباطها بالوطن، وخاصه يعني الدور الدبلوماسي اللي كتقوم به. يعني بالنسبه للدبلوماسيه الوازيه، بالنسبه لكم شنو يمكن الجاليه تضيف على مستوى اقتصادي واجتماعي والثقافي والرياضي، يعني في اللي هو من صلب اهتمامات المجلس الاقليمي للعرائش. أكيد أن الجالية المغربية تقوم بأدوار طلائعية في خدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والاقتصادات سواء المحلية أو الإقليمية بصفة خاصة. والجالية المغربية من أبناء العرائش هي جالية مشهود لها بالوطنية وبخدمة هذا الاقتصاد من خلال التحويلات المهمة. ما كاينش شي واحد في الإقليم ديال العرائش وما كاينش فينا اللي ما عندوش في الأسرة ديالو واحد ولا جوج الأشخاص اللي موجودين خارج ديار المغرب. والتحويلات ديال الجالية المغربية من العائلات ديالهم ومن المشاريع ديالهم في المغرب خير دليل لأنها كانت تحويلات مهمة وكبيرة جدا لخدمة الاقتصاد الوطني، واللي في نفس الوقت خففت من الآثار ديال جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المغربية. وبالتالي فتحية عالية لكل أبناء الجالية المغربية. السياسة عن طريق السياسة ديال المكاتب والبعد، اليوم خص سياسة الدور التواجد في جميع منحى الحياة سواء في الرياضة أو في الثقافة أو في أي مجال.